عربي كحاج؟ عربي حلواني. انت عامل شادر للحلاوه، الاسعار عامله ايه وحركه البيع عامله ايه؟ والله السنه دي اقل من السنه اللي فاتت بالنسبه للاسعار، بس هو جو مريح في الجو والشراء يعني حاطين شويه. حتى النهارده احنا قبل المولد بيوم، يعني المفروض يبقى في يعني حركه اكتر. النهارده بقى كل الناس مخلصه، ولما في الناس النهارده كل واحد عنده حلاوه، اي تاجر من الناس اللي حواليه عنده حلاوه. الحمد لله اقل من الناس كتير قوي يعني، احمد ربنا على الاسعار بدأ من كام لكام كده؟ بدأ من 30 وفي جهاز ب 40 لعبه متوسع، وفي اللي هو الفواخر حاجه ثانيه مطلقه ديت عامله 50 جنيه. اشهر الانواع اللي الناس بتشتريها في ال وعامه الجوز اللي دخل في كل حاجه، فهو ما عليه اكبر يعني، واللي على الفلفليه اللي هي السلسليه والفول والحمص والحاجات دي. طب انا سمعت ان في ناس في الايام دي بسبب الركود بتضارب وبتنزل السعر لحد ما يوصل سعر المصنع، يعني غصب عشان يلموا فلوس الناس، بس مش اكتر يعني. هو مفيش مكسب، واقل من السنه اللي فاتت اسعار يعني يعتبر الضعف، بس مفيش بيع وشراء. طب انت بالنسبه للحلاوه بتاعتك دي المفروض ان كمان كام يوم او اسبوع بالكثير وهتلم. هو ليله الصغيره كانت امبارح، والنهارده ليله كبيره، وبكره بقى اللي تايه او اللي ما خدش العيال وبتاع. اللي بيفيد عندك ده بيخسر عليك بقى؟ عندي مفيش مرتجع للمصانع، مفيش ياخدوه. طب يخسر عليه، بنستعوض ربنا يعني. هو موسم وعدا بالنسبه لنا بنعملها وخلاص. كل سنه وانت يا حاج. انت بكامل الصحه والصحه.